شني يا شني شو هاي شني شني بالك تنني هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا تشوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفى هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني واحد اداه الهوى ومشى غلط قاصد المضرب بلا فهمة ماشي فوق الشوك قدامي بلا صباط رجع ولا خايب في ندامة والمليح كيف العسل والعسل عمره ما يصمات كون كيف الناس الفهامة لا تبع اللي الواد اللي بلا حواط ولا تبع الغلة اللي في وقتها الغلة في وقتها دي السلامة ورد بالك تاكل القمح اللي في التخلاط وماذا بيك أخويا دير الكمامة مشاهدين الكرام أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طابت جلستكم مساء الخير عليكم أينما كنتم وحيثما وجدتم أزول في اللون مرحبا يسول أنتم اللي راكم تشوفوا فينا وخيرتوا تخيرتوا برامجنا وبرامج شني أو برنامج شني شني شو واش نقولكم مرحبا بكم واش راكم ولبس وغاية أنتم اللي راكم خارج الوطن أنا نقولكم تحية كبيرة مني لكم ومن كل خاولتكم وعائلتكم وفاميلتكم نبدأ البرنامج تاعنا واش نقول لكم يا جماعة الخير كي نتكلموا على الوضع الحالي الوضع الوبائي اللي راهي عايشته بلادنا وعايشينه شعبنا وكل واحد فينا راه معني باش معني معني بالوعي ومعني كذلك بالوقاية كي نقولوا الوعي معناها انه الانسان لازم يتجنب قصد يعني يتجنب قدر الامكان واش يقدر وهذه تدخل في الوعي راهي قضية ماشي قضية سهلة الأمر يتعلق بالكوفيد والكوفيد اللي كان من قبل وذرك احنا كنا نقوله باللي قدر يروح مما راح زاد الأعداد المتزايدة اللي رانا نسمعوا بها يوم بعد يوم في تزايد كبير راه يضرنا يا جماعة الخير كما يقولوا ناس بكري قال لك مس تحط يدك على قلبك كيما تتوجع معناتها تحس بخوك واللي ما يحس بالجمرة غير اللي كويتو بنادم ظفره يوجعوا راه يبات قاعد وش بحالكم أنه الإنسان مريض موش عارف يا كيف راه يا راه في السماء يا راه في الأرض يعني وضع مزري والوضعية تزداد يعني خطورة يعني من واحد الآخر هذو ناس كبار هذو ناس مسنين هذو ناس عندهم أمراض مزمنة أهل العلم وأهل الطب يعني المختصين في الموضوع يومين رمي الحظ وكان حتى اللي كانوا يتكلموا راهم ماتوا ربي يرحمهم راهي قضية وعي قضية ثقافة قضية الإنسان كيفاش يعني هو في مخه ما فهمتش أنا لحد الآن يعني أمر خطير واحد يتعلق الأمر بصحته ما نهضروش على بنادم اللي يعدي راهو بصحته ما يحافظش على صحته وش معناها هذه أو تبذير في نفس الوقت تبذير في كل شيء سبحان الله احنا دروك رانا في الكونجي احنا نعرفوا الجزائري في عقليته على قلت لكم الكونجي الجزائري في عقليته كي ياخذ كونجي يروح يخدم الفايونس يخدم الكوزينه يسبغ الدار ها سيدي قعد في الدرس اقعد في الدار وخدم التريسيتي بالك كاش خيوطه راهم شاتين سقمهم كاش روبيني سقمو كاش حاجه في الدار سي كيفاش تخدمها خدمها وما تقعدش متكي هكذا وقاعد تتفرج في التلفزيون ماك ها ثانيه ولا تقعد برا تلعب في الدومين ومخترق القانون تاع الحجر قانون يا سيدي وغير عليك انت
هذا راه قانون على ولايات ديستيني لبعض الولايات اللي العدد تاع الاصابات راه في يعني كبير وكبير ومرتفع جدا وفي غايه الخطوره. لا سيتوياسيون راهي الارمونت. وزاره الصحه راهي تيرات صنا كيما يقولوا سينيال لا صون دولارم. هضروك ولا بيبو بالاشارات يفهموا هاو بيفهموا نضروك حنا يعني في المارشيات في القهاوي. السيد القهوه مغلوقه هو قاعد يحب يدير كرسي درع متفاتن مع مول القهوه. مول القهوه يقول له يا ودي ما تلحقنيش ما تباصينيش. كما قلت لكم البارح الناس متلايمين على الطابله تاع الدومينو لاصقين هكذا تشوفهم مجمعين قريب 20 واحد 20 تلعب و15 تتفرج ويهضروا على الكوفيد كانما هما في منأى. الحاجه الزوجه الناس اللي راهي مستغله الفرصه دروك انت الناس اللي راهي مضروره تبزنيس ارتفاع تاع الاسعار الخبزه اللي كانت تدير 1000 راك تحوس عليها ما تصيبهاش يوبليجيك باش تشري تاع 2000 وهو في نفس الوقت يحكي على الكوفيد. الاكتظاظ عدم الاحترام تاع المسافه اللي ما بين الناس. الاعراس هاو شوفوا في التصوير دروك عريس هارب يا عريس هارب من العرس حتى ولا يجري كيما يقولوا هما يجري هو يجري. واش وصلك تدير العرس حتى تهرب؟ ما تخليت حتى عرسك والعرس هذا كيما ديروش دوك راح تموت بعيد شر. يا جماعه الحاله راهي خطيره. يعني الجزائر راهي تعيش وضع صعيب جدا وضع حرج. بصح كاين حاجه لو كان متضامنين مع بعضنا بعض ونعرفوا درجه الخطوره ونكونوا واعيين ونتعاونوا مع بعضنا بعض واللي عنده يساعد واللي ما عندوش يدعي رب العالمين كاين ربي سبحانه. سبحان الله. وكي نولوا متخاويين والجيران متخاويين والناس بعضها بعض متخاويه وكاين بيناتنا الموده والاخوه والمحبه والتضامن او ربي ينزلنا علينا الرحمه. واذا كان امر كما هذا احنا عايشين والناس تبكي درامي وضع محزن مخزي وإحنا في بعضنا بعض متنحرين ومتناقرين ومبروفيتيو في بعضنا بعض. القوي ياكل الضعيف واللي عنده الامكانيات يخبيها واللي قادر يبروفيتي لوكازيون باش يدي بزنس. وراناكم تشوفوا واش راهم يحكوا في القنوات وعلى الوسط وسائل التواصل الاجتماعي واش راه صاري. انا اللي نهضر بهذا اللونجاج باش الناس كاع تفهم كانك شغل هذو الناس ماهيش راح تقيسهم بالكوفيد. وهذا الكوفيد ديجا ما تشوفه ما تعرفش شكون اللي يعداك ما تعرفش كيفاش يجي ما تعرف منين جا ما تحس راك دير ليكزام وما تفيقلوش حتى دير سكانير. والناس اللي راهي مرضى ياك راكم تشوفوا قليل اللي راهو يسلك. الله يجعل الخير. بصح اذا كنا طبقنا الالتزامات ودرنا الكمامه والتباعد واللي فيه الكوفيد ولا فيه يعني دوغري تاع الكوفيد يقعد في داره ونديروا الفاكسان العالم كاع راه داير تلقيح. البلاد راهي جابت ملايير المليار تاع التلقيح. خاوتنا مساكن راهم 20 ساعه في السماء بيروحوا يجيبوا بيجيبوا الفاكسان. الاطباء تاعنا الجيش الابيض واش راه يعاني على مستوى الناس راهي تزيد تدير في الرونفور اللي بوان اللي راهم يديروا فيهم التلقيح على هذوك راهم فارغين شغل. وعلاش جماعه حبت تدير التلقيح وجماعه ما تديرش؟ معناتها نعاود نرجع باللي هذوك ما تقيسهمش. واذا كنت انت راك فيك الكوفيد وماكش حاس بها راك تعدي وتكون سبب باش الناس تموت. يا سيدي قال لك ما تديرش العرس ما تديرش العرس. بعدوا التجمعات بعدوا التجمعات نقصوا هذوك الحكايات. يا سيدي عام كامل وانتم تحكي راكم في القهاوي راكم من نومن. انا قلت قبيله الكونجي جوزو. يا سيدي هاي مليحه عليك عاد 8 ريح في الدار احكي مع اولادك احكي مع زوجتك. جماعة الخير روحوا الى ولايه تمر راست. تحيه كبيره الى كل سكان الجنوب. واليوم رانا عندكم في يعني في ولايه تمر راست وكل هذه المنطقه هذه المنطقه الساحره بجمالها والمعروفه كذلك بكرم سكانها وطيبه قلوبهم ناس الصحراء. تحيه كبيره مني لكم. اليوم رب العالمين وهذه الايام ربي كرمهم باي كما يقولوا بامطار كميه كبيره من الامطار والمياه المعتبره على مستوى هذه الولايه وان شاء الله ولا المناطق المجاوره خاصه هذه الولايه راه عندها برسك عامين يتعيش جفاف كبير. ولكن النعمه في بعض الاحيان في بعض المناطق تولي نقمه. خلينا من الجانب تاع الفيضانات ويعني لا سيتياسيون كيفاش تولي تو. ولكن كاين حاجه الناس فرحت. نشوف واش يقول هذا العون تاع الحمايه المدنيه. تردد هؤلاء الاطفال على السباحه في البرك المائيه معرضين حياتهم للخطر وعليه نرجو من الساده من اوليائهم
مراقبة أبنائهم خوفا من غرقهم في هذه البرك المائية التي تشكل خطرا كبيرا. أنا نفهم باللي الأولاد عندهم الحق من حقهم أنهم يروحوا للسباحة في المسابح أو على مستوى الشواطئ، وكاين حاجة ماسة لهؤلاء الأطفال، ووالديهم مش يعيوا يشدوا وش يعيوا يعسوا، هذا الشيء مفهوم بالنظر للحاجة الماسة تاع الأولاد هذو. في نفس الوقت الوديان راهي لما يكون الأمطار هكذا بالنسبة وتجي مفاجئة تولي أمطار طوفانية، وإلا كانوا الأطفال يروحوا يعوموا في الويدان يحدث ما لا يحمد عقباه. عندها عامين في يعني الولاية 11 طفل ربي يرحمهم ماتت في الفيضانات، مشي في الفيضانات لما راح تسبح. هنا المشكل مشكل تاع هياكل. احنا نعرف باللي الوزارة المعنية وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن في كل صيف، انا نقول لكم الصح يعني ابناء الجنوب يجوا للشمال بريوريتي، يعني يقضيوا الفصل الصيف بريوريتي لهم ويفوتوها روعة. ولكن الحالة الوضعية الحالية رانا في الكونفينمون، رانا في هذا الوباء، الله كما يقولوا يشفي مرضانا ويرحم موتانا، شيء غير ملائم ومناسب ولضرورة أحكام. حنا نقولوا باللي بكري كي كانوا يبنيوا في المنشآت الخاصة في يعني المسابح الأولمبية وشيب أولمبية على مناطق الجنوب أو المناطق الوسطى والمناطق اللي بعيدة على البحر، ما شفناش باللي كانت تلبي الحاجيات، وكانت الناس دائما تدير نداءات باش يبنيوا لهم هذه المسابح. اليوم في حالات كما اللي رانا فيها المسابح مهمة جدا، ولو الوضعيه راهي سيتوياسيون بارتيكولير باسكو راهي كاين كونفينمون، بالك المناطق هذه ما فيهاش كورونا، ولكن الاطفال يروحوا للمسابح ويكونوا اونكادري. المهم بشرة مليحة لولاية تمر راس 300، إن شاء الله تكون بشرة للشمال، راهم يعانيوا من ندرة تاع المياه وكذلك الجفاف، إن شاء الله في وقتها إن شاء الله تكون مياه صيبا نافعا. أضربني وبكى وفاتني واشتكى. المحكمة الإسبانية ترفض الشكوى اللي دارتها المملكة المغربية أو نظام المخزن ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي اللي دخل إسبانيا باش يداوي الكورونا. الله يشفيه ويشفي كل مرضانا. الحمد لله يا سيدي، العدالة الإسبانية برأت الرئيس. بصح المخزن ودروك انتوما كي هضرتوا باللي دخل بطريقه غير قانونيه، وانتوما كي واش راكم دايرين في الصحراء الغربيه؟ راكم مطبقين القوانين ولا انتوما كي راكم الشيء اللي راكم دايرينه ياه سرقين الاراضي والخيرات هذوك نسيتوا؟ صباح الخير. واش راكم دايرين اتجاه جارتكم؟ واش اللي درتوه من قبل؟ هذاك القانون انتوما بالنسبه ليكم كيما يقولوا الناس بكري انتوما عبد السلام عليه كلام ولا كيفاه؟ ها؟ الرئيس هذا على الاقل ربي يشفيه ويشفي الناس كاع اللي اصيبت بالكوفيد. الوضع راه محرج، ما خممتوش باللي المرض هذا راه العالم كامل يعني راه مريض به، وحنا في بعضنا بعض رانا خاوه ومسلمين، حتى المرض السيد مريض وما سلكش منكم. واش راكم تحوسوا انتم تدير له المحكمه الاسبانيه؟ هاي برأت واس هاي. لليوم السادس على التوالي، خيبة مورا خيبة، عمرها ما صرات في تاريخ المشاركات نتاع يعني الرياضيين تاعنا والرياضيات في الألعاب الأولمبية. يعني ما كاش واحد دا ميدالية تشرف. احنا ما نلوموش الرياضيين تاعنا، مهما يكون هذو شباب وعندهم إرادة وعندهم إمكانيات ومعروفين الجزائريين والجزائريات، يعني كل جيل عنده ما الميزة تاعو، هذا لا ينكره ناكر ولا يجحده جاحد. البارح أنا بلغت رسالة إلى السيد وزير الشباب والرياضة، قلت له راك غير كما بديت في المهام تاعك، ربي يوفقك وإن شاء الله ربي يعطيك البطانة الصالحة وربي يوفقك بما فيه الخير، ولكن لازمك تبدأ تتصفح وتشوف وتطلع على الوضعية والبطانة والبرنامج والبوليتيك والمنظومة. سيد الوزير، احنا المشكلة ماهيش في هذو، المشكلة راهي في التحضيرات وفي صح سي فري العام هذا الكوفيد ولا كيما نقولوا الاماكن ولا الامكانيات ولا عم عارفين باللي كاين الناس هذه راهي تحضر لها 5 سنين. راكم شفتوا هذاك التونسي اللي دا الميداليه شحال طاولوا دراهم وشحال دا وكيفاش ساعدوه وكيفاش شجعوه. قلت لكم قضيه منظومه فقط،
ولازم على الاقل يعيطوا للمختصين واللي عندهم اللي عندهم النظره الاستشرافيه واللي عندهم يمكن عندهم يعني يعرفوا مختصين في الالعاب الاولمبيه كانوا يأطروا هؤلاء. حتى المدربين اشتكوا وراكم شتوا واش قال المدرب البارح هذاك بن يخلف اللي جا البارح وقال لهم القريه الاولمبيه تاع الجزائريين على حسب ما على لسانه قال لك راهم كاين احباط. وهذا الاحباط علاش؟ النورمال المدربين عندهم دور ومختصين اللي راهم ثم كاين ميم دي بسيكولوج كاين هذاك لو سوتيان مورالي بسيكولوجيك تاع اللاعبين. انا نعاود نولي مهما يكون النتائج هذه اللي لم تكن مشاركة في نفس الوقت هي مشاركة سيفري، ولكن ما يلزمش نطيحوا على اللاعبين تاعنا. حنا نطرحوا سؤال على المنظومة الرياضية هذه اللي راهي مكلفة، يعني كيما راهم يقولوا المختصين الرياضيين كيس كي سباس في السبور درام كاينين امكانيات كاينين، ولكن سؤال المطرح واش كاين الكوفيد على الجميع، الكونفينمون على الجميع، الوضعيه اللي راهي العالميه الوبائيه العالم كاع راه عايشه بصح الاخرين على الدول الميداليات وتوعنا ما داوش ها كانوا ما يروحوش وخلاص ولا كيفاه. أجمعة الخير كما قلت باللي المثقف ولا يعني المثقف بصفه عامه ولا الفنان اينما كان عنده كلمته ومسموعه يعني خاصه في الاوضاع او الوضعيه اللي رانا عايشينها جميعا وعايشتها الجزائر، اللي لازم تكاتف كل الطاقات الفاعله واللي لازمنا نتلاحموا ونتوحدوا. يقول لك ان الازمه تلد الهمه ولا يتسع الامر الا اذا ضاق ولا ياتي الفجر الا بعد الظلام الحالك. هذه قالها جمال الدين الافغاني. بصح حنايا لما نكونوا متوحدين وكيما متراصين حتى ربي سبحانه وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قالنا عليها في وضع كيما اللي رانا فيه في الوباء هذا، كي نكونوا متلاحمين يطلع المورال، واذا عمت خفت خاصه في ظل الوضعيه الحاليه اللي رانا عايشينها. يعني كيفاش تكون عندنا تواصل مع المجتمع وكيفاش يكون المجتمع على تواصل معه وكيفاش الفنان يقدر يوصل لجمهوره. راكم شفتوا حتى ولا كيما يقولوا حنايا الفنان ولا يخدم مونوار تالمون اللي ما حنا نقولوا باللي القانون يطبق على الجميع. قال يا خويا ما تغنيش في العرس، خلاص طبق القانون كيما المول العرس كذلك. هذه قضيه وعي. وفي العرس واش يصرى؟ يصرى الغاشي ويولي يشطح ويرضيع والناس يعني مع بعضها يولي الفيروس ينتقل، هو حتى اصلا ينتقل بطريقه سريعه تري رابيد. والشونتور هاو مساهم فيها، وعلاه الشونتور ما يساهمش ولا الفنان يساهم في الوعي؟ هنا كاينه حاجه على الوزاره. انا على بالي باللي راه عندكم الناس المخاخ والناس تاع النظره الاستشرافيه والوعي والامكانيات. هام الفنانين تاعكم اسيدي عندهم كلمتهم مسموعه في الفضاء الافتراضي اسيدي، يقدروا يتكلموا مع الجمهور في اطار يعني توعيه المواطنين. يعني خطر هذا الوباء وحده، ثانيا التلقيح، الناس لازم تدير الفاكسه، وكل الناس اللي عندها كلمتها، كل واحد في مكانه، واحد في الجمعيه، واحد في الحومه يسمعوا له، الامام في المسجد، المعلم في مع الاولاد يخبروا والديهم، الفنان كل واحد في المنبر تاعو. يقدروا لي زارتيست بهذه الطريقه تكون عندهم فضاءات كيما راهم يديروا الفضاءات الافتراضيه، وفي نفس الوقت اسيدي الوزاره والمديريه تاع الثقافه والبلديه يخلصوهم، باسكو الفنان مش يخدم هاي طريقه. حنا نقولوا الفنان ما يخدمش العرس بصح يلقاو له طريقه. والحاجة الثانية اللي بديت بها الموضوع اللي هو العملية الهبة التضامنية والتضامن اللي راه واقع بين الفنانين اللي راه ملايموا حتى قريب وقيلة 500 ألف أورو ماشي تتذكر على اللسان، وكاين اللي لايموا حتى 2 مليار، وكاين اللي راه لايموا دراهم كبار من طرف الفنانين تاع الخارج تاعنا الجزائريين الرياضيين. يعني النداء تاع الفنان مسموع، هذه حاجة مليحة. ما يهمش ولكن احنا نقولوا في أمر كيما هذا البلاد راهي محتاجة كل أبنائها، الفنان في مكانه، الرياضي في مكانه، كل واحد عنده كلمته، سياسي في مكانه. بلادنا راهي محتاجه لولادها لابنائها يعني البلاد راهي محتاجتنا، شعبنا لازمنا هذا الالتفاف، هذا التضامن ينقص من المشكل اللي رانا عايشينه. حتى يطلع على المورال لازم يكون ان سوتيا مورالي بسيكولوجيك، حتى الشعب تاعنا راه في حاجه ماسه الواحد يطلع له المورال شويه في الوضع. لا كاين احباط، والاحباط شكون اللي يساهم باش الانسان يرفع المعنويات؟ عن طريق الحوار وعن طريق الخطاب تاع الوعي. رانا عايشين خطاب معركة الوعي يا جماعة الخير، والفنان عنده دور في هذا الشأن. ماشي سيفري، أنا نقول باللي الفنان موش يخدم سيفري ويروح يخدم أونوار، أنا عارفين وش صار. كاين اللي عنده عامين ما خدمتش،
راهي كاين ناس راهي معيشه وليداتها راهي عائلات في على ظهرهم، كاين ناس ما لقاتش واش تاكل، بصح هي كاينه الطريقه. هاو الفنان اليوم راه ملقاوه، ها هو اللي راه يجمع في الاموال باش يعاون الشعب تاعو في كل في المحنه هذه، وعن طريق الامكانيات اللي راه محتاجها شعبنا اللي ما عندوش الزوالي القليل اللي احنا نهضروا عليه يا جماعه الخير، والقليل الفنان اللي راه يعاني. المهم مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه الحصه، رامي يشيروا لي باللي خلاص وقت الحصه. ان شاء الله واش نقولوا الناس اللي راهي في الديور راهي في الحجر، نقول لهم ما هي الا وقت لو كان احنا نسيو كيفاش نكونوا واعيين ونتفاداو ونسيو نبعدوا قدر الامكان ونلتزموا بالاجراءات المعمول بها ونطبقوا القانون ونديروا الفاكسان، خاطش الفاكسان ماشي قضيه واحد، كيكونوا الناس كامل دايرين اللقاح المرض هذا ما يلحقش كما راهم في اوروبا. ها سيدي احنا كاين توانا عينوا كما يقولوا عنده الغرب في 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 كل ها عندهم في اللقاح، ها سيدي ها عندهم في اللقاح، والناس اللي راهي مرضى في المستشفيات ربي يشفيهم، والقائمين منهم الدرك، الامن الوطني، الحمايه المدنيه، مصالح الغابات، كل واحد راه في اعوان الامن، كل واحد في الجيش الوطني الشعبي، الجيش الابيض، ربي معاكم، ربي يوفقكم، وكل الناس اللي راهي تعاني ربي معاها ان شاء الله، وامواتنا ربي يرحمهم، والمرضى ربي يشفيهم. جمهورنا الكريم، نقول لكم نتلقاو في العدد القادم، نخليكم مع اغنيه يعيشها المواطن الجزائري خاصه اللي راه يعاني، نخليكم مع هذه الاغنيه. ملي عمري 12 سنة فهمت السيرة عالبكري، عرفت وعشت وقت المحنة باش تسلك لازم تجري، ملي فتحت عينيا جابني مرص وترنيت، واليوم كبرت شوية بالصح مازال ما تهنيت، بابا راه يبريكولي صومي الجورنية، صحتو بدات تكولي خبزة الحلال هذه هي، يما تخدم الرشتة وتبي حال السوبيرات، وكي تبدا تصب شتا تنوض تلاقي الباسينات. ذاك في نص الليالي تبان لنا حياه تخبى، وخويا بمونشابالي يدير معاها كومبا، هذي معيشه الفوضاوي الفقر وزيد الضيق، بالصح وجهنا ضاوي ماني فاسد ما خارج الطريق، نروح نقرا في المدرسه وانا غايضتني عمري، نحكم ونقعد في بلاصه انا المغبون في الذراري، فكرت بابا واش قاسى لازم لي نخرج قاري، هذه معيشة الميزيرية كلها وزهرو في الدنيا. من اللي عمري 12 سنة فهمت السيرة عالبكري، عرفت وعشت وقت المحنة باش تسلك لازم تجري، من اللي فتحت عينيا جابني مرص وترنيت، واليوم كبرت شوية بالصح مازال ما تهنيت. مشاهدينا الكرام، أظن أنكم قد استمتعتم وشفتوا، وربما الطريقة اللي راني نحكي بها تختلف عن الحصص السابقة نظرا للوضعية اللي رانا عايشينها، ورانا نتألموا مع شعبنا ونتألموا مع خاوتنا، وإن شاء الله ربي يفتحها إن شاء الله، ربي يجيب الخير إن شاء الله، وربي ما فيه غير الخير، نتمنى إن شاء الله نتلقوا في وقت مليح إن شاء الله، وفي وإحنا المورال تاعنا طالع إن شاء الله، يطلع المورال بينا وبعضنا بعض، كيما قلت لازم نتلاحموا، لازم نتعاونوا، لازم نلتزم بالإجراءات المعمول بها، ما هي إلا قضية وقت فقط، لو كان نكونوا منضبطين ومتنظمين هذا الوباء يروح، ونحاربوه ونبعدوه بانضباطنا، وندعيه رب العالمين، ندعيه رب العالمين ربي يرفع علينا هذا الوباء. سلام. يا حي وشكم لباسكم لها هيا قلع، هاي شني شني يا شني شو، هاي شني شني بلاك تنني، هاي شني شني في الحياة تيبي، هاي شني شني
كل شي مكشوف. هاي شني شني من دشرة لدشرة، هاي داني داني وراني نصور، هاي داني داني يا شوف تشوف. هاي شني شني الوقت المكشوف. هاي يا دلالي والفن تدفن، هاي غني غني أكلام ما يعني. هاي داني داني ويا داني داني، هاي شني شني وصوتك معجبني. هاي شني شني ديك الثقافة، هاي داني داني راحت الفكرة. هاي شني شني ولا تخافة، هاي داني داني يا راها تلفى. هاي شني شني والماتش مبيوع، هاي دني دني شكوى للفيفا. هاي دني دني نبكي بدموع، هاي شني شني بيستو معرفة. هاي دور دور والعرس منور، جيبوا البطاطا وخروف مصور. هاي شني